السلام عليكم طلاب الصف الثاني. اليوم يا مس في مادة التربية الإسلامية راح نبلش بدرس الخامس عشر، وإيش عنوانه يا ثاني؟ إماطة الأذى عن الطريق. اليوم نتعرف يا ثاني على إماطة الأذى عن الطريق. طيب يا ثاني، أول إشي خلينا نقرأ الحديث الشريف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إماطتك الأذى عن الطريق صدقة. مس هذا حفظ معنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إماطتك الأذى عن الطريق صدقة. إماطتك الأذى عن الطريق صدقة. إيش يعني يا ثاني إماطتك؟ إماطتك يعني إزالتك. إماطة يعني إزالة، يعني أنت بتشيل يا ثاني الأذى. إيش هو الأذى؟ هو كل ما يؤذي الناس. إيش يا ثاني بيؤذي الناس اللي بيكون على الطريق؟ إما الأشواك أو الحجارة أو قزاز أو أي إشي أنا بشوفه على الطريق ممكن إنه يؤذي المارة يا ثاني، أنا يا مس إيش بعمل؟ بزيله، بحطه على جنب يا ثاني. ليش يا ثاني؟ لأنه صدقة. إيش يعني صدقة يا ثاني؟ يعني أنا برضو الله سبحانه وتعالى وربنا بيعطيني الثواب والأجر يا مس، فهذا يعتبر صدقة يا ثاني. إذا ما معنى إماطة؟ إزالة. ما معنى إماطة؟ إزالة. ما هو الأذى؟ هو كل ما يؤذي الناس. إذا يحثنا الحديث الشريف على إزالة الأذى عن الطريق. ليش يا ثاني؟ لأنه أول إشي يرضى الله تعالى عنا ومننال به الثواب العظيم، الثواب العظيم. كمان يا ثاني إحنا بنبعد الأذى عن الناس، نبعد الأذى عن الناس. إيش هو الأذى يا ثاني؟ زي ما حكينا هو إزالة الأشياء الضارة عن طريق الناس. يعني زي قزاز أو إشي حدا مش شايفه يا ثاني، مش بده ينجرح، صح ولا لا؟ ممكن في ناس بتنجرح منه، فأنا إذا شفته بزيله يا ثاني، بحطه على جنب، صح؟ عدم إعاقة الطريق أو إغلاقه. يعني في ناس كثير بتغلق الطريق بأشجار بعدة أشياء وما ما بيخلوا يعرفوا المرة إنهم يمروا من هذا الطريق، صح؟ الابتعاد عن اللعب عن الطريق. هسا في كثير ناس أنا بشوفهم أولاد، طبعا أكيد مش أولادي، مش طلاب الصف الثاني، بيلعبوا بالشارع أو بيلعبوا بالطريق وبيغلقوا هاي الطريق، بكونوا يلعبوا كرة مثلا. طب كيف مثلا المرة أو الطفل بده يمر، أو مثلا امرأة بدها تمر، صح؟ ما بتعرف تمر، ممكن الكرة تيجي على الولد، صح ولا لا يا ثاني؟ خطأ. في أماكن مخصصة أو ملاعب أو ساحات مخصصة إني أنا بلعب فيها، صح يا ثاني؟ إذا إزالة الأشياء الضارة عن الطريق، عدم إعاقة الطريق أو إغلاقه، والابتعاد عن اللعب في طريق الناس. ماشي يا ثاني؟ إذا من آداب الطريق إني أزيل الأذى عن الطريق يا مس. طيب في عنا يا ثاني صفحة 53، في عنا صفحة 53 يا مس، ألون الحديث النبوي الشريف ثم أردده مع مجموعة يا ثاني. بتلون لي إياه ألوانك الحلوة الجميلة يا ثاني، اللي هو الحديث الشريف اللي هو إماطتك الأذى عن الطريق صدقة يا ثاني. طيب خلينا نشاهد الصور ونشوف مين السلوك صحيح ومين السلوك خاطئ. طلعوا لي يا ثاني على الولد، هو عماله عم بيزيل الأذى عن الطريق، فشو بنكتب تحتي؟ صح، نحكي له أحسنت، صح يا ثاني؟ شوف الولد كيف بيلعب بالدراجة بالطريق، شوف السيارة كيف، يعني ممكن إنها كانت تأذيه أو تدعس السيارة، صح؟ أو السيارة مش عارفة تمشي من الولد، فهذا بنحكي له سلوك خاطئ. نحكي له في أماكن محددة بتقدر تلعب بدراجتك يا ولد، صح يا ثاني؟ طيب شوفوا هون الأماكن الصحيحة للعب كرة القدم، في الملاعب أو في ساحات تكون بعيدة عن الطريق أو عن الشارع، فشو بنحكي لهم؟ نحكي لهم يا ثاني إنه سلوككم صحيح. طيب شوفوا البنات هم بالمدرسة، بساحة المدرسة عمالهم بيرموا باكيتات الشيبس في سلة المهملات، فهذا سلوك صحيح.
شوفوا عمو الشرطي هون، الشرطي كيف بيساعد مين؟ بيساعد الكبير السن على إنه يقطع الشارع، فبنحكي له سلوكك صحيح أيها الشرطي. صح يا ثاني؟ طلعوا مس، إحنا كثير كثير بشوف أولاد بيرموا أشياء يا ثاني من شباك السيارة، بيأكلوا شيبس أو عصير أو أشياء وبيكبوها بالشارع. خطأ يا ثاني، أنا بكون بالسيارة بأكل أشيائي، بخلصها يا ثاني بحطها في كيس، ولما أنزل من السيارة بحطها في سلة المهملات. صح يا ثاني؟ إذن الولد هون ما عمل إزالة الأذى عن الطريق، فهو خاطئ، سلوك خاطئ. إذن صف ثاني شطورين بيحرصوا صف ثاني على إزالة الأذى عن الطريق يا مس. طيب خلينا نحل يا ثاني الأسئلة اللي هي صفحة 54. طيب عندنا يا مس املأ الفراغ بالكلمة المناسبة. طبعا عندنا صدقة، أذى، الطريق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إماطتك، يلا إيش إماطتك؟ الأذى. إماطتك الأذى عن الطريق صدقة. إذا نكتب الأذى، الطريق صدقة. طبعا مس هذا حفظ مهم الحديث. طيب نشوف السؤال الثاني. حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على إزالة الأذى عن الطريق. ليش يا ثاني الرسول حثنا على إنه نزيل الأذى عن الطريق؟ لأن هذا العمل ماذا يا ثاني؟ يرضي الله تعالى وننال به الأجر والثواب ويبعد الأذى عن الناس. صح يا ثاني؟ إذن يمس هذا السؤال مهم. إزالة الأذى عن الطريق يرضي الله تعالى، صح، وننال به الأجر والثواب، صح، ويبعد الأذى عن الناس، صح. هيك بجينا بصح وخطأ هذا السؤال يا ثاني. ماشي يا مس؟ طيب يا ثاني السؤال الثالث معانا يا ثاني، واجب معاك في البيت. إذا السؤال الثالث يا مس واجب بالبيت، زائد يا ثاني تسميع الحديث اللي هو كثير سهل يا مس. حديثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلا مع بعض، إماطتك الأذى عن الطريق صدقة. يلا أنا مش سامعة، يلا يا مس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إماطتك الأذى عن الطريق صدقة. إماطتك الأذى عن الطريق صدقة. إيش يعني إماطة؟ يعني إزالة. ما هو الأذى؟ هو كل ما يؤذي الناس يا ثاني. ماشي يا مس؟ ولهون بنكون أنهينا حصتنا، ويعطيكم ألف عافية ثاني.